من ضمن الأسئلة، لو خريج كلية ودرست ماستر أو ماجستير في البطاقة، بتتكتب الكلية والماستر ولا إيه بالظبط؟ الحقيقة إنه أحيانا بيرفضوا أحيانا لأ، يعني على حسب. يعني أنت مثلا جايبة ماجستير من معهد شنجهو الأونلاين، فبيرفضوا، يقولك لأ دي عاوز اعتماد مجلس على جامعات وخدمة النسر والكلام ده. لكن الدنيا بتمشي، هل بتتكتب الماستر بس ولا الكلية والماستر؟ لا، بيتكتب حاجة واحدة، مش هنكتب يعني البطاقة مش هتكون موجود فيها كذا وكذا، بنكتب حاجة واحدة فيهم. ولو في حد مثلا موجود معاك تعرفي تكلميه، بحيث ان هو برضك يكون معاك وانت في السجل المدني، الدنيا بتمشي بكل لذيذة. ولكن اهم حاجة بس الورق الاصول تكون معاكي، تكون مختومة بختم النسر عشان دي جهة حكومية، وتديهم كمان نسخة منها عشان تكون الدنيا بالنسبة لهم واضحة. ولكن نضع كل هذه المواضيع في الحسبان. ونصيحتي بلاش تركزوا كتير على موضوع البطاقة ده، انا عارف ان في ناس بتبقى عاوز انها تكتب في البطاقة والحاجات دي، ولكن نضع ده وده في الاعتبار، وربنا يوفقك وتبقى كل خير بإذن الله.